باب زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحن أحق بالشك من إبراهيم صلى الله عليه وسلم، إذ قال: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى ولكن يطمئن قلبي. ويرحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبثت في السجن طول لبث يوسف لأجبت الداعي. نحن أحق بالشك من إبراهيم صلى الله عليه وسلم، أي أن الشك لو كان متطرقا إلى الأنبياء لكنت أنا أحق به من إبراهيم، وقد علمتم أني لم أشك، فاعلموا أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم لم يشك. ركن شديد أي الله تعالى سبحانه وتعالى، لأجبت الداعي لأسرعت الإجابة في الخروج من السجن.